السلام عليكم. كيف الحال؟ السلام عليكم. طيبين؟ شو أخباركم؟ الحمد لله. إيش شعورك والأجواء الحلوة؟ كيف المكان؟ عجبك؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. شيء خرافي. طبعاً لولا الله ثم تواجدكم، وهذا الشيء قليل في حقكم. الله يسلمك. بكل أمانة يعني عارف ما فيهم جمالات الأشياء هذه. دوركم فعال في كل شيء. الله يسعدك، هذا واجبنا والله. عديت الواجب، وانا هذه قلتها امس واكررها الى بعد 100 سنه. الله، انتوا عديتوا الواجب. هذا وانا سالت سؤال قلت جماعه الخير، هل الناس كلها زيكم؟ لانه انا ثلاث مرات جيت على تركيا، تعاملت مع كذا مكتب، تعاملت مع كذا اشخاص، لا ما شفت مصدر الاخوه الحقيقي الا عندكم. الله يسعدك، هذا والله شرف لنا، والله كلامك وسام على صدورنا والله، العظيم حقيقة تقال، تعامل أخوي صريح واضح، أشياء بتقوموا فيها مو مجبرين فيها أصلا. الله يكرمك. الله يكرمك. صراحة مو مجبرين فيها، ويعني بكل أمانة ما أعرف يعني أنا يعني من جد أحس أن أعرفكم من زمان كل أمانة. شوف أول مرة أجي وأتعامل معاكم، لكن أنا أحس إنه هالناس هذه أحس إنه أنا قد يعني أصحابي من سنين. الله يكرمك. تعاملكم مو تعامل عمل، لا تعاملكم تعامل صحبة وأخوة. الله يكرمك. والله هذا اللي نسعى له، وهذا يعني مطلبنا إنه رضاكم هو هدفنا والله. والله أنتوا ترضوا اللي ما يرضى. الله يسعدك. الله يسعدك ما شاء الله. وتغير مود اي انسان، يعني عارف اي شخص يجي مثلا زعلان ولا متضايق ولا اي شيء، لا عندكم جاذبيه ايجابيه. الاجواء الحلوه هذه اكيد تخلي الانسان المتضايق يسعد وينبسط. شايف انت ما شاء الله الاماكن الحلوه والجميله، تنصح الناس فيها؟ اكيد اكيد اكيد، وانصح معاكم. الله يكرمك. هذه الله يعني يسعدك. عارف تكملة النجاح تكملة السعادة، إنه الشيء يقوم بأي حاجة معاكم. الله يسعدك، والله هذا كرم منك. الله يسعدك، أحرجتنا والله. لا والله حقيقة. الله يخليك ويسعدك وما تقصر، ودائما ننتظرك وننتظر زيارتك، وإحنا موجودين إخوان لكم هنا موجودين. أكيد. تاج على رأسي. تاج على رأسي. الله يعزك. الله يخليك ويسعدك.